قررت الحكومة نظرا لتخفيف عليكم ما ديرش 120 دقيقة دير 118. اسمحوا لي السيد الرئيس، سيد الوزراء، سيد النواب، هناك سؤال يطرح على الحكومة: هل نحن جئنا كحكومة جديدة لننفذ سياسة واختيارات الحكومة السابقة؟ هل يمكن أن يعقل بعد أن حسم التصويت وحسمت الديمقراطية الموقف من السياسة التي كانت تمارسها الحكومة السابقة بكل مكوناتها وبحزبها الكبير أنذاك؟ هل يعني هذا أن كل تلك البرامج علينا أن ننفذها نحن؟ هل يعني أن هذه الحكومة عليها أن تشتغل لدى الحكومة السابقة؟ هناك مبدأ الاستمرارية ماشي مشكل، ولكن يجب أن نترك بصمتنا، يجب أن نعيد النظر في مجموعة من الأشياء. لهذا إذا أرجعنا القانون الجنائي، لأن وجهة نظرنا تختلف حول طريقة التعامل مع مجموعة من القضايا، ليس فقط قضية واحدة. لا نختزل القانون الجنائي في قضية واحدة، عندنا قضية الإعدام، عندنا قضية الحريات، عندنا قضية المؤسسات، عندنا قضية العقوبة البديلة، عندنا كثير من. لماذا سأحتفظ بقانون جنائي لأن هناك فصل يمارس بشكل يتم التعامل معه بشكل إيديولوجي؟ هل يعني أن قانون من أين لك هذا أو الإطراء بدون سبب هذا يعني أننا يجب أن نحتفظ بهذا النص لأن كل المغاربة الذين يملكون أموال لصوصا، أم لأن هذا الفصل يستعمل لخطاب سياسي لم يجد صدى في الشعب المغربي لأنه صوت ضده؟ إذا فعلنا سنحصل على نفس عدد نوابكم في 2026. مستحيل. اسمحوا لي لأنه هذه الحكومة لها تصور، لها برنامج. ثانيا، نحن بعد ليست لنا ميزانية وليست لنا إمكانيات وتحاسبوننا؟ غير احترموا الزمن السياسي، أعطونا فرصة بعدها غير نعرف هذه الملفات اللي خليتوا لنا والأمور كلها، وحنا ما عندنا إشكال وأنا ذاك نتحاسبوا ونضربوا ونتقاتلوا، ولكن الميزانية مازال ما صوتنا عليها تقولوا لنا أش درتوا؟ هذا السؤال خصكم تقولوا لنفسكم أش درتوا خمس سنين 10 سنين؟ باش أش درنا إحنا؟ أما إحنا غنديروا وانتظروا إحنا جايين وغاتشوف أش غنديروا، غادي نشوفوا. ثم دوزتوا ماشي كاين اللي دوز 10 سنين كاين اللي دوز 40 سنة في الحكومة. إيه روى اللي من ديالك، روى اللي من ديالك. إيه اللي معايا دوز 40 سنة عطى الكثير، وكان اللي دوز 40 سنة مشى للمعارضة. اللي معايا دوز 40 سنة وصوت عليه الشعب المغربي، واللي معاك دوز 40 سنة مشى للمعارضة. أجي نتحاسبوا، إلا بغيتي تحاسبوا نتحاسبوا. لذلك كاين جوج الامور، اما نديروا المزايدات ونديروا ما عندنا مشكل، اما اننا نتناقشوا ونضعوا النقاط على الحروف. لذلك لا تحاسبوننا بعد حتى تشوفوا الخطوات اللي درنا. هذا قانون المالي الاول، نحن كنا نخجل ان نحاسبكم ونحن في المعارضه في الميزانيه الاولى، كنقول هذه حكومه يلاه غنعطوها 100 يوم، هذه 100 يوم نحسبوها نهار نصوتوا بشكل نهائي على القانون المالي وتعطوه لينا. أجي نتحاسبوا ديك الساعات، ما عندي إشكال، ما عندي مشكل ديك الساعات ونتحاسبوا، لأن حكومة بدون ميزانية راه ما عندهاش إمكانيات، راه أي تصرف داخل الدولة وداخل الحكومة يحتاج إمكانيات مالية. وندخلوا لمواضيع أخرى، الخطة الوطنية، هل يمكن أن أقبل بخطة الوطنية الديمقراطية اللي هي في هدفها في تصوراتها مزيان، ولكن ماشي نفس التصور اللي كان يملك أنا، كان يملك السي الرميد. أنا جاي من الحداثة، أنتم جايين من المحافظة، أنا جاي من المستقبل، أنتم جايين من الماضي. ستفقوا وبناء عليه خصني نعيد النظر في هذاك الفصل ونعيد النظر في هذاك الموضوع، ويمكن نجيبها أنا ذاك ونقولها التغييرات اللي غندير، وديك الساعة نتحاسبوا ونتذكروا عليها. أنا كنقول كاين واحد العمل تدار داخل، ما كنكروش، كاين واحد العمل تدار وبغينا نطوروا الأفضل، ولكن ماشي لأن كاين واحد العمل تدار مزيان وكان هناك بدا الاستمرارية نجيو نهز داك الشيء اللي كنبقى غادي به. لا لا لا، خصني ندير البصمات ديالي حتى أنا، سنعطوا الرأي ديالنا حتى حنا كحكومة، وسنغيروا الفصول، حيت الصوت عندنا الشعب المغربي قال لنا راه هذيك داك الشيء اللي عندكم تما راه مصحيح سيروا صوبوه، وحنا تنفيذا لهذا الميزانية لهذا القرار الديمقراطي الانتخابي الوطني، حنا هنا وخصنا ننفذوا القرار ديال هذا الحسم الانتخابي. ما بغيتش ندخل الميزانية السيدة الوزيرة، السيد الوزير، لأن ما كنعرف لهذوك الأرقام، شوفوا أنتوما. شكرا. لا لا، بارك عليهم. شكرا.